السلام عليكم اصدقائي، معانا النهارده اخونا بندر موجودين في اسطنبول، هو بيدرس في الجامعه هنا وهيكلمنا عن الدراسه في تركيا. استاذ بندر اتشرفت بحضرتك. ماشي، الله يكرمك يا حبيبي. الله يسلمك. ممكن تكلمنا عن الدراسه في تركيا؟ يعني والله الدراسه في تركيا، شوف اللغه التركيه هنا بتدرس الاسعار يعني من 1500 2000 دولار. تمام، 2000 دولار باللغه التركيه. ما باللغه الانجليزيه كام بقى؟ اللغه التركيه صاحبي بيدرس من 3500 وانت طالب. ليه الدراسه غاليه ليه كده؟ يبقى في منح مجانيه برضه. في منح، منح التركيه من اشهر المنح هنا تركيا، بتكون المنحه مموله كامله يعني. منح مموله كامله، بس زي ما خبرتك انه انا يعني جاي هنا فمحطة عمومة. لا لا، بغض النظر عن حضرتك يعني، يعني الدراسة باللغة التركية أرخص من اللغة الإنجليزية. أيوه بكثير. طيب المميزات الدراسي، هل لو واحد معاه ثانوية عامة في بلده يقدر يجي يدرس جامعة هنا؟ بيقدر يدرس جامعة. ياخد قبول جامعي من جامعة؟ ياخد قبول جامعي. وبعدين ياخد سنة لغة. ياخد سنة لغة. بعد السنة اللغة يعني يبدأ يبلش في التخصص. ايه انواع التخصصات الموجوده في الجامعات هنا اصلا؟ التخصص انا دخلت جرافيك ديزاين. تمام. في تقريبا اللي هي الاي تي والهندسه زي كده تقريبا. في دراسه طب برضو؟ في دراسه طب، بس انا ما يعني ما تعمقت فيها. في ايش الطلبات وايش الاشياء اللي محتاجها في دراسه الطب. طيب بيشترطوا مجموع معين للي خريج الثانويه من بلده؟ لا والله انا ما طلبوا مني مجموع معين. اي مجموع يعني؟ ممكن تقريبا روسيا وتركيا هم الاكثر اكثر البلدان، افضل البلدان ما تخش مجموع. في بولندا ممكن يطلبوا مجموع لبعض التخصصات. بس بالنسبه للشهاده التركيه، لو هتدرس باللغه التركيه مش هتنفعك بره خالص، يعني هتروح فين؟ يعني بعد ما تخلص جامعه باللغه التركيه، اللغه التركيه مالك الا تشتغل، مالك تعيش في تركيا صح ولا لا؟ صح. طب بالنسبه للدراسه باللغه الانجليزيه، هل لو واحد في بلد وعاوز يدرس عاوز يجي يدرس في تركيا نفس باللغه الانجليزيه بياخد سنه لغه، ولا لو متعلم انجليزي ممكن يخش الجامعه على طول؟ لا، في اختبار قبول هنا على السكايبي. في اختبار قبول. اذا اشتستوا خلاص تخش على التخصص على طول. وبعدين الشهاده باللغه الانجليزيه يعني في تركيا معتمده دوليا، ممكن تشتغل في ايرلندا، في بريطانيا، في نيوزيلندا، في الدول اللي بتتكلم انجلش، في الولايات المتحده الامريكيه. هي الحياه في تركيا يعني الدراسة في تركيا هنا انا انصح بالدراسة في تركيا بس باللغة الانجليزية. انما باللغة التركية لا، التركية مالك الا تشتغل وتعيش هنا. صح، وانا برضو اضم كلامك مظبوط. طب بالنسبة للطالب هنا يعني ممكن يشتغل شوية يغطي مصاريفه، اكل وشرب ممكن، اكل وشرب وسكن ممكن. لكن يعني مصاريف يعني يدخل شيء وهذا ما فيش يعني. يقدر العمل مسموح له رسمي ولا ممنوع؟ العمل على دكاكيني كده من تحت الطاوله في الاسود يعني. في الاسود. لكن رسمي لا. لا رسمي ما اشتغلت رسمي ولا جربت اشتغل. بالنسبه لايجار السكن بقى كطالب، في ايجار تبع الجامعه؟ في سكن تبع الجامعه ولا منفصل بره؟ في سكن تبع الجامعه بس غالي. غالي. شفت السكن كنت بس كنت جنب الجامعه ب 4000 ليره. 4000 ليره؟ يا نهار ابيض. 3500 ليره. كم بالدولار يعني؟ يعني تقريبا 300 دولار. لا 300 غالي جدا. ده انا اعرف ناس ان هو واخدين، انا الان ساكن غرفتين ومصالح وحمام مطبخ ب 300 دولار. الان ساكن في شقه ب 1200 ليره. حلو. 1200 ليره ما يجي مع ناس يعني. كويس يعني رخيص. شقه ثلاث غرف، غرفه كل واحد غرفه. ممتاز. كلهم طلاب يعني. ممتاز، اكثر من ممتاز. كلهم طلاب. يعني انت بتنصح الشباب يجوا تركيا ويدرسوا فيه؟ صح، بس باللغه الانجليزيه. باللغه الانجليزيه انا اتفق معك، باللغه الانجليزيه. واللغه التركيه الا اذا انت مفكر يعني تستقر هنا في تركيا، انا انصحك تدرس باللغه التركيه. انا اضم لكن وكمان انا ما انصح برضو انه الاستقرار في تركيا، لانه لا رواتب ولا يعني. انا دايما بقول بكرر رواتب ضعيفه في تركيا، محدش بيصدقني. جدا جدا, جداً, جداً. انت في تركيا دوبك تعيش. انا الحين ما تفكرش تركيا اوروبا، اوروبا واخده الطابع الاوروبي كسياحه. تركيا تيجي سياحه. سياحه نمبر 1. انما تعيش فيها وتبحث عن شغل وتبحث عن جنسيه انت عارف الجنسيه التركيه ب 400000 دولار دلوقتي عن طريق الاستثمار. صح ولا لا؟ هو هتاخد اقامه عقاريه الاول 250000 رفعوها. لكن دلوقتي هات الاقامه العقاريه ب 70000 دولار. صح، انا ما تعمقت في العقار في الاقامه في الجنسيه ولا في العقار وهذا. لكن تقريبا انا كمان عرفت انه الطالب من اول ما يتخرج هنا الخمس سنوات بتنحسب له بسنه. صح. ف
في الجنسية. في الجنسية. خمس سنوات بتنحسب له سنة بعد ما يخلص ياخذ إقامة عمل، حسب له ثلاث سنوات. ما شاء الله. مع سنة اللي هي الدراسة. الدراسة. خلاص بعدها يقدر يقدم على الجنسية. أنا أضم كلامك، لو هتيجي تدرس في تركيا تعال ادرس باللغة الإنجليزية. انسى اللغة التركية دي خالص. لانك لو درست باللغه الانجليزيه ممكن تسيب تركيا في يوم من الايام تروح تشتغل في دوله ثانيه، لكن لو اشتغلت بالتركي، لو درست بالتركي، تركيا هتفضل لازم فيك مدى الحياه، مش هتعرف تروح مكان ثاني. في اي حاجه ثانيه ممكن نضيفها لاصدقائنا؟ الله يسلمكم، شرفنا بعم على حبيبي يا استاذ بندر، متشكر ليك، وانا يعني سعيد اني شفتك والله. الله يبارك لك يا حبيبي حبيبي، ان شاء الله باذن ربنا يوفقك ويسرك. شكرا اصدقائي، وانتظرونا في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.